طلب وكيل ديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة باب الخير من كافة الولايات منع أخذ أي رسوم وإزالة كافة نقاط التحصيل على الطرق والمعابر القومية بخلاف الرسوم والنقاط التابعة لهيئة الطرق والجسور، وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والخدمات، وإنفاذا لمخرجات اجتماعات المجلس العسكري 13. تشهد الأسواق الموازية للعملات الأجنبية بالعاصمة الخرطوم تقلبات في الأسعار على مدار ساعات اليوم خلال الأيام الماضية، وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن أسعار العملات سجلت عدم استقرار كبير خلال اليوم الواحد. أوضح عدد من التجار أن أسعار شراء الدولار بدأت صباحا ب 58 جنيها للنقد فيما بلغ نهاية اليوم 60 جنيه عبر النقد، فيما سجلت الأسعار عبر الإجراءات المصرفية 68.70 جنيه للشراء و 72.75 للبيع. هذه وقفة مع أسعار مجموعة من العملات مقابل الجنيه السوداني.